بنرحب بالفنان محمد عبد العظيم معنا في وشي. اهلا بيك. اهلا وسهلا. بنقول لك مبروك على اشتباك. الله يبارك فيك. شكرا. انت ممكن تكلمنا على دورك في الفيلم النهارده؟ هو الدور لواحد راجل بسيط خالص، ما عندوش اي توجه سياسي وما عندوش حتى اي معلومات عن السياسه ولا ايه اللي بيحصل في البلد. خرج مع واحد صاحبه يدور على ابنه، فلقى نفسه متورط في انه بقى جوه عربيه ترحيلات في وسط مجموعه من التوجهات الاخرى يعني والتيارات الاخرى، وبدا يكتشف عالم تاني. هو راجل بسيط ويكاد يكون من المهمشين اللي احنا بنشوفه في الشارع ما نعرفش عنهم حاجه، ومريض وعنده ازمه يعني. لقى نفسه فجاه في قلب الموضوع اللي هو مش قده ده، وهو بيعرف يعني كان متعاون معاهم في انه بيعرف يصلح لمبه العربيه، يعرف حد من الناس مهرب تليفون فيصلحه لو وقع، يعني هو راجل عادي يعني. مين اللي رشحك للدور؟ الرائع محمد دياب، مخرج الخلوق الجميل محمد دياب، وانا بجد يعني من خلال برنامجكم بشكره على انه كان عنده ثقه في اني اعمل دور زي ده وان ابقى موجود في فيلم زي ده. اول مره تشتغل مع محمد دياب؟ الحقيقه كانت التجربة، ممكن تشرح لنا التجربة كانت بالنسبة لك ازاي، وخصوصا كمان ان الفيلم نجح في مهرجان كان واتعرض في مهرجان كان. تجربة انا فخور بيها يعني، انا سعيد ان انا كنت ضمن المجموعة اللي اشتغلت في الفيلم ده الحقيقة يعني بجد يعني. مش ما كنتش متوقع، انا كنت متوقع ان الفيلم هيبقى رائع من اول يوم قريته، بس ما كنتش متوقع كمية الضجة اللي حصلت وردود فعل الناس اللي لسه ما شافوهوش وعمالين يحكموا على انه الفيلم توجهه مرة يقولوا اخواني ومرة يقولوا ضد الحكومة. حصل انتقادات كتير للفيلم قبل نزوله. قبل نزوله انا مش فاهم يعني، انا مش فاهم انت ازاي تحكم على فيلم وتقعد تكتب ارائك وتعمل برنامج في احد القنوات تشتم في الفيلم وانت ما شفتوش يعني. انت شوف الفيلم اعرف توجهه ايه الاول، وهو الحقيقة ما بيحبش اي توجه غير ان دول بني ادمين، ماذا لو اجتمعنا كلنا بكل طوائفنا في مكان ما هنعرف نتعايش ولا هناكل في بعض؟ الفيلم بيقول كده. حضرتك كان قبل يونس والفضة كان المسلسل اللي كسر الدنيا برضو ساحرة الجنوب، كنت مشارك فيه. في كمان جزء ساحرة الجنوب ولا ده هيكون آخر جزء ليه؟ أنا الحقيقة والله يعني أنا سمعت إنه هيبقى ليه أجزاء أخرى، وبعدين محدش يعني محدش اتكلم في حاجة، فما عنديش معلومة بجد، والله ما عندي معلومة حقيقة. حاجة جديدة بتحضر لها قريب؟ مسلسل ولاد تسعة، هيبقى مسلسل كبير قوي يعني، وانا متفائل باخراج المخرج الهايل احمد شفيق اللي انا اشتغلت معاه في يونس والد فيلم. هيكون مين الابطال معاك؟ مجموعة كبيرة من الشباب، ويعني انا ما اعرفش كل الترشيحات الحقيقة، بس يعني انا اعرف ان نيكول سابا موجودة معانا في الفيلم في المسلسل، انا اسف يعني، ومجموعه من الشباب اللي كانوا البنات اللي كانوا موجودين في يونس والد فضه ممثلات هايلين يعني. هيتعرض في رمضان 2017 ولا قبل رمضان؟ لا قبل رمضان، احتمال يتعرض في يناير الجاي 2017.